خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة. دوري العام المصري النهاردة الخميس 6 فبراير 2020 في مباراتين بتقام اليوم. مباراة المصري وطنطا زي ما قلت لحضراتكم 2-1 لصالح نادي طنطا حتى هذه اللحظة. كانت هذه المباراة بدأت في تمام الساعة 5. المباراة الثانية إن شاء الله في الأسبوع 16 7:30 إن شاء الله مباراة بيراميدز والنادي الأهلي. نتائج مباراة الأسبوع 16، أسوان بيفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ويكمل مجدي عبد العاطي سلسلة انتصاراته خلال المباراتين الأخيرتين. إمبي بيفوز أيضا على المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف ليوقف الكابتن حلمي طولان قطار المقاولون مع عماد النحاس. والإنتاج الحربي بيتعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري، وسموحة بيتعادل إيجابيا مع نادي المقص. يوم الثلاث 4 فبراير الجونة بيفوز على وادي دجلة ليحسن من مركزه بهدف مقابل لا شيء، وطلائع الجيش مع كابتن عبد الحميد بسيوني المدير الفني بعد إقالة كابتن طارق يحيى بيفوز على نادي مصر بأربعة أهداف مقابل لا شيء. امبارح كانت آخر أو مباراة نادي الزمالك وحرس الحدود، كانت يوم الأربعاء 5 فبراير وفاز نادي الزمالك على فريق حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء. جدول ترتيب الدوري العام المصري حتى قبل مباراة اليوم. الأهلي في المركز الأول من 12 مباراة ب 36 نقطة، المقاولين العرب في المركز الثاني من 16 مباراة ب 32 نقطة، الاتحاد الزمالك في المركز الثالث من 14 مباراة 28 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الرابع من 16 مباراة 27 نقطة، بيراميدز في المركز الخامس من 15 مباراة و 26 نقطة قبل مباراة اليوم، إمبي في المركز السادس من 15 مباراة ب 23 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز السابع من 16 مباراة 22 نقطة، سموحة في المركز الثامن من 16 مباراة 21 نقطة، الإسماعيلي في المركز التاسع من 16 مباراة 21 نقطة، حرس الحدود في المركز العاشر من 16 مباراة 18 نقطة. المركز ال11 الجونه من 16 مباراه 18 نقطه، المصري من 12 مباراه قبل بدايه مباراه المصري وطنطا النهارده من 13 مباراه عنده 16 نقطه، طلائع الجيش في المركز ال13 من 16 مباراه 15 نقطه، اسوان في المركز ال14 من 16 مباراه 15 نقطه، وادي دجله في المركز ال15 من 16 مباراه عنده 14 نقطه، مصر المقصه في المركز ال16 من 16 مباراه عنده 13 نقطه، طنطا في المركز ال17 من 15 مباراه عنده 13 نقطه، ثم نادي مصر في المركز الاخير من 16 مباراه عنده 11 نقطه. قائمه الهدافين عبد الله السعيد في المركز الاول ب 12 هدف وسيغيب اليوم عن مباراته امام نادي الاهلي. محمد شريف في المركز الثاني، محمد شريف طبعا لاعب نادي انبي والمعار من النادي الاهلي بتسع اهداف، ثم وليد سليمان نجم النادي الاهلي بست اهداف، حسام حسن نجم نادي سموحه بست اهداف، سيف الدين الجزيري المقاولين العرب ست اهداف، حسين الشحات النادي الاهلي خمس اهداف، احمد سيد زيزو خمس اهداف من نادي الزمالك، مصطفى محمد خمس اهداف من نادي الزمالك، محمد سالم ومحمد سمير المقاولين العرب خمس اهداف. موقف النادي الاهلي وبيراميدز في الدوري العام المصري زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي لعب 12 مباراه فاز في 12، سجل 35 هدف استقبلت شباكه هدفين، يملك من النقاط 36 نقطه في المركز الاول. اما نادي بيراميدز لعب 15 مباراه فاز في 7 تعادل في 5 خسر 3 مباريات، سجل 24 هدف استقبلت شباكه 17 هدف 26 نقطه في المركز الخامس. نتيجة المباراة السابقة لنادي بيراميدز فاز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف طبعا في الأسبوع ال15 كانت الأربعاء 29 يناير الساعة 7:30. أما نتيجة المباراة السابقة للنادي الأهلي، الأهلي بيفوز على المقاولين العرب بهدفين مقابل لا شيء، كانت طبعا في الأسبوع ال14 وتم تأجيل الأسبوع ال15 بسبب اشتراك النادي الأهلي في البطولة الإفريقية. المباراة القادمة للنادي الأهلي، النادي الأهلي هيلاقي طلائع الجيش يوم الاثنين 10 فبراير الساعة 7:30، وبيراميدز سيلاقي المقاولون العرب أيضا في الأسبوع ال17 في يوم الثلاث 11 فبراير الساعة 5:30. النادي الأهلي أحرز 35 هدف مقسمة على 90 دقيقة كالتالي،
أربعة أهداف في الربع ساعة الأولى، ثم أربعة أهداف في الربع ساعة الثانية، وهدفين في الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني سبع أهداف ثم ست أهداف من دقيقة 61 لدقيقة 75، والربع ساعة الأخيرة كعادة النادي الأهلي 12 هدف كأعلى معدل تهديفي للنادي الأهلي. أما النادي الأهلي توقيتات دخول أهداف في مرمى النادي الأهلي هدفين فقط استقبلتهم شباك النادي الأهلي في الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني والربع ساعة الثانية من عمر الشوط الثاني. سهل برضو أنت بتتكلم عن النادي الأهلي في استقباله للشباك. أما توقيتات إحراز بيراميدز للأهداف، نادي بيراميدز أحرز 24 هدف مقسمة على 90 دقيقة كالتالي: ثلاث أهداف في المركز في الربع ساعة الأولى، ثم ثلاث أهداف من الدقيقة 16 للدقيقة 30، ثم خمس أهداف من الدقيقة 31 للدقيقة 45، ثم ثلاث أهداف مع بداية الشوط الثاني، ثم من الدقيقة 61 للدقيقة 75 خمس أهداف، والربع ساعة الأخيرة أيضا خمس أهداف. 17 هدف استقبلتهم شباك نادي بيراميدز مقسمة على 90 دقيقة كالتالي: في أول ربع ساعة هدف، ثاني ربع ساعة من عمر الشوط الأول ولا هدف، ثم ربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول ثلاث أهداف. مع بداية الشوط الثاني هدفين، ثم من الدقيقة 61 لدقيقة 75 ثلاث أهداف، وآخر ربع ساعة ثمان أهداف كأعلى معدل تهديفي بتستقبل شباك نادي بيراميدز الأهداف في آخر ربع ساعة. قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة: الشناوي وإكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمى، ثم في خط الدفاع محمد هاني وأحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف. أما خط الوسط: حسام عاشور، السولية، أفشة، أحمد الشيخ، جيرالدو، كهربا، والشحات، وأليو ديانج، ووليد سليمان، وجونيور أجاي. أما خط هجوم النادي الأهلي: مروان محسن، وأليو ديانج، أليو باجي. أما غيابات النادي الأهلي لهذه المباراة: رامي ربيعة، رمضان صبحي، حمدي فتحي. طبعا رينيه فايلر مديرا فنيا للنادي الأهلي. أما قائمة نادي بيراميدز لهذه المباراة: مهدي سليمان وأحمد دعدور في حراسة المرمى، رجب بكار، أحمد أيمن منصور، علي جبر، عبد الله بكري، طارق طه، محمد حمدي، ويلفريد كانو. أما خط الوسط: إبراهيم حسن، نبيل عماد دونجا، عمر جابر، عمر العيوني، وإسلام عيسى، وأحمد توفيق، ومحمود حمادة. وخط الهجوم: جون أنتوي ودودو الجباس. غيابات نادي بيراميدز: الشناوي وعبد الله السعيد وعبد لومالا وإيريك تراوري ومحمد فتحي ومحمد فاروق. أما المدير الفني هو تشاتيتش، المدير الفني الكرواتي لنادي البيراميدز. طاقم تحكيم لهذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم في بداية اللقاء: حكما للساحة كابتن إبراهيم نور الدين، اثنين حكام مساعدين كابتن أحمد حسام، كابتن محمود أبو الرجال، حكم رابع كابتن عمرو الشناوي. دي كان جرافيك هذه المباراة.